السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد، ونحن نستعد للاحتفاء بالمناسبة الدينية العطرة الكبرى، مناسبة مولد خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولله در القائل في وصف مولده: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء. هذه الذكرى العطرة المباركة تستعد الآن الأمة الإسلامية قاطبة في مشارق الأرض وفي مغاربها للاحتفال بذكرها، رغم أن الزمن هذه الأيام هو زمن الكورونا، وهذه الجائحة التي اجتاحت معظم الكوكب الأرضي، فإن أهل الإيمان وأهل اليقين يراهنون على أن هذه الذكرى المباركة ستكون لنا بلسما من الجروح، وشفاء للأمراض والأسقام والعلل، وتكون بإذن الله تعالى مجلبة للخير. كيف لا، وفي مثل هذه الأيام من أيام الله ولد الهدى فالكائنات ضياء. في مثل هذه الأيام المباركة منذ 15 قرنا اقتضت الحكمة الإلهية والربانية ميلاد رسول الإسلام الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. ونحن في هذه الإذاعة المباركة نواصل الاحتفاء ونواصل التذكير بهذا النبي المبارك وبولادته. اليوم حديثنا عن بشائر الولادة، بشائر ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يولد، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر ربيع الأول، جعله حينما يهل يحمل معه نفحات وذكريات، وجعل الذكرى العظمى هي مولد حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله سيد الخلق، الرحمة المهداة والسراج المنير. مولده صلى الله عليه وسلم كان نورا وبرهانا وإقامة للحق والعدل بين الناس، ونشرا للخير والفضيلة، ورفعا للظلم والبغي والعدوان، ونذيرا بزوال الشرك والطغيان. مولد النبي الكريم كان له دلالات وبشائر كثيرة، فما هي أهم البشائر التي سبقت مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه البشائر ذكرها هو بنفسه حينما قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين ولدتني أنها خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هكذا حدثنا صلى الله عليه وسلم عن البشارات والدلالات التي سبقت مولده.
أول بشارة ما هي؟ هي دعوة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. سيدنا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، لما أمره الله تعالى بالهجرة من العراق إلى مكة المكرمة مشيا على الأقدام، وسار مع زوجته ومع ابنها الرضيع، وأكرمهم الله عز وجل بماء زمزم، وفيما بعد أمره الله تعالى بأن يرفع القواعد من البيت وإسماعيل، ورأى الخيرات تعم حول الكعبة المشرفة. هنا سيدنا إبراهيم الخليل سيدعو الله تعالى دعوة عظيمة، دعا الله تعالى بأن يكون من نسله ومن نسل إسماعيل نبي آخر الزمان، دعا الله تعالى دعوة عظيمة. كان سيدنا إبراهيم طيلة تلك المدة وهو مقيم بمكة يرفع قواعد البيت ويبنيها مع ابنه إسماعيل، طلب من الله تعالى أن يبعث في هذه البلاد خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن يأتي بالعلم ويأتي بالحكمة ويأتي بالتزكية. هذا ما قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة سيدنا إبراهيم الخليل، كان يدعو الله تعالى أن يبعث في الأمة العربية والأمة الإسلامية رسولا منهم، أي أنه لا يكون من جنسية أخرى أو من قارة أخرى أو من جهة بعيدة، بل يكون منهم، من أبناء الجلدة، من أبناء المنطقة، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وآيات الله هناك المكتوبة وهناك المرئية، في الكون كلها تدل على جلال الله وكمال الله وقدرة الله الخالق المبدع. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن كيف يقرؤونه وكيف يفهمونه، هذا هو الكتاب. والحكمة، الحكمة قيل هي السنة النبوية المطهرة التي فيها تفصيل كل شيء. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وهذا مقام الإحسان، أن النبي الكريم يعلمهم معرفة الله وجلال الله وكمال الله لتزكية النفوس، يعبدونه بصدق ويقين ليصلوا إلى مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إنك أنت العزيز الحكيم. فأول البشائر التي دلت على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغال إبراهيم الخليل عليه السلام ودعواته المتكررة لله رب العالمين أن يمن على الأمة العربية والإسلامية بهذا النبي العظيم. الأمر الثاني وهو بشارة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. فسيدنا عيسى هو النبي الذي جاء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كانت هناك ما يسمى بموكب النور، لأن الأنبياء كلهم من عند الله، نحن لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بجميع الأنبياء وبجميع المرسلين. وآخر نبي بعث قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى بن مريم. كان يخبر أتباعه بأن هناك النبي المنتظر قريب قد ظهر، وقد جاء ذلك في عدة مصادر في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن الكريم. فربنا عز وجل ماذا قال على لسان عيسى؟ وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة
ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. عيسى عليه السلام الدين الذي بعثه الله به ملخص في هذه الآيات البينات. وإذ قال عيسى ابن مريم، فهو عيسى ليس ابن الله، هو ابن مريم، وخطأ وقع فيه النصارى وهو أنهم اعتقدوا بأن عيسى ابن الله، وربنا في القرآن الكريم دائما يسميه ابن مريم. وإذ قال عيسى ابن مريم نسبة إلى أمه المرأة البشرية، لا كما يعتقد النصارى بأنه ابن إله، أو يعتقدون بالحلول، حلول اللاهوت في الناسوت، ومن ثم ذكروا الأقانيم الثلاث. وهذا هو مفصل الخطأ الذي سجله الدين الإسلامي على النصارى، أنهم خرجوا من دائرة التوحيد إلى دائرة التثليث. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. سيدنا عيسى بعث في بني إسرائيل، لم يبعث للإنسانية جمعاء. الله تعالى حينما بعث الأنبياء كل نبي كان يبعثه إلى قومه وإلى جلدته، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين هم المسلمون واليهود والنصارى والبوذيون والهندوس واللادينيون، كل البشر، بل العالمين يشملون حتى الجن، الجن يدخلون في كلمة العالمين. لهذا الرسالة الإسلامية ستبلغ الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، وتبلغ عيننا السماء مع الملائكة، وتبلغ جوف الأرض مع الجن. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. سيدنا عيسى بعث في بني إسرائيل فقط، أنه رسول إليهم. لماذا؟ بماذا جاء سيدنا عيسى؟ قال مصدقا لما بين يدي من التوراة. أول قضية هو أنه جاء مصدقا بالتوراة، والتوراة هي الكتاب المنزل على سيدنا موسى الكليم عليه السلام، فهو جاء مصدقا بهذه التوراة. وجاء مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. سيدنا عيسى جاء مصدقا بالذي سبقه، ومبشرا بالذي سوف يلحق به. فهو لم ينكر عن سيدنا موسى، كان يصدق بالتوراة، لكنه يبشر برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. من هو أحمد؟ هو اسم من أسماء سيدنا محمد، لأن سيدنا محمد عنده عدة أسماء، ويقال بأنه محمد في الأرض ويسمى أحمد في السماء. ولهذا هناك من بعض الطرق تسمى الطريقة الأحمدية، وهناك من يتحدث عن الحقيقة المحمدية. هذه طرق صوفية بالغت في حب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعشقت التراب الذي يسير عليه هذا النبي الكريم، وصاغت أفكار وممارسات وسلوكيات كثيرة، منها الطريقة الأحمدية وأصحاب الطريقة المحمدية، الحقيقة المحمدية، كلام فيه صعب جدا أن نتحدث عنه الآن، لأنه العقول قد لا تستوعبه، حتى أن أصحاب الكلام يقولوا لا تحدث عنه إلا أصحاب القوم، لأن ليس كل العوام يستطيعون أن يستوعبوا هذا الكلام. المهم بأن سيدنا عيسى بشر بذلك. وكل الأناجيل الآن، من يقرأ الأناجيل، إنجيل متى يسمى إنجيل ماتيوس، وإنجيل لوقا، وإنجيل مرقس، وإنجيل يوحنا، هذو أربعة أناجيل معروفة، هي تبشر بالنبي الجديد. مثلا جاء في إنجيل يوحنا ما معناه، قال وأما المعزي البرقليط الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شؤونكم وكل شيء، يذكركم به بكل ما قلته لكم. هذا كلام منسوب إلى إنجيل يوحنا، وفي معنى أن السيد المسيح عيسى بن مريم يعلم حواريه ويبشرهم بالنبي الجديد. وأما المعزي، سماه المعزي، ويسمى عندهم بالبارقليط. من هو هذا الرجل؟ النصارى كانوا ينتظرونه. قال الذي سيرسله الأب باسمي، يعني بعدي
بعد المسيح سيرسل الله تعالى النبي الجديد، فهو يعلمكم كل شيء، يعني سيعلمكم كل شيء. فعلا من يقرأ القرآن والسنة النبوية فيها كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى آداب الوضوء وآداب دخول إلى الخلاء علمها، وعلم الروح والبعث والنشور والاقتصاد والسلم والحرب وكل شيء. فإنه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم، يذكركم بكل ما قلته لكم، يعني كل ما في المسيحية من يقرأ تاريخ الأديان ويقارن بينها سيجد أن جوهر المسيحية ولبها هو التسامح وهو المحبة. وإذا رأينا ذلك في الإسلام في القرآن أو في السنة المطهرة فنجد بأن الحديث عن التسامح والمحبة لجوهر الدين المسيحي كثير جدا. نذكر مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه من سيكون قريبا منه في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا في الجنة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فقالوا: يا رسول الله، ما معنى الموطؤون أكنافا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، وتغفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. هذا حديث صحيح ثبت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمثله كثير. وهذا هو جوهر الدين المسيحي. الدين المسيحي ما في أحكام شرعية، ما في حلال وحرام، ما في شرائع دينية كما هو في اليهودية. الدين المسيحي هو مجرد تعاليم ربانية فيها الرحمة والمحبة والتسامح، فيها من صفعك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن جاءك يسرق غداءك فهده عشاءك، وفيها دعوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، تعاليم فيها رحمة ومحبة ومودة. في حين أن اليهودية هي في التوراة وفي التلمود وفي المشنة، هذه الكتب المقدسة عند اليهود فيها أحكام شرعية كثيرة، قضية الذبائح والكفارات والعلاقات الزوجية والمرأة عند دم الحيض وكثير من الأحكام الدقيقة جدا. كل الأناجيل جاءت تبشر بهذا النبي الجديد، وأكثرهم ما يسمى بإنجيل برنبا. إنجيل برنبا هو نسخة تم العثور عليها في القدس تقريبا في القرن 18، لما كانت هناك حفريات للبحث عن هيكل سليمان في فلسطين، وجدوا نسخة من الكتاب المقدس تسمى إنجيل برنبا. هذا غير مشهور. المشهور عند النصارى هو إنجيل متى ولوقا ويوحنا ومرقس. أما برنبا هذا كان قديم في العهود الأولى تقريبا أكثر من 1900 سنة، ثم عثروا عليه في القرن 18، وهنالك وجدوا فيه معلومات واضحة وصريحة بأن النبي المنتظر فيه صفات كذا وكذا، وكلها تنطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى اليهودية كلهم يعتقدون بذلك. فيكفي أن نرجع إلى الفترة ما قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزيرة العربية كانت مليئة بالقبائل اليهودية، كان هناك ما يزيد عن 20 قبيلة يهودية. هناك قبيلة خيبر، وقبيلة بني قريدة، وقبيلة بني قينقاع، وقبيلة بني النضير، وقبيلة تيماء، وكان فيها عدة أحبار. وهناك أحبار لامعين صادقين كانوا ينتظرون النبي المنتظر، وكانوا يبشرون به العرب، يقول لهم: نحن أهل كتاب، وأنتم ليس معكم كتاب، ولكن كتابكم الذي سوف يظهر فيما بعد سيكون مهيمنا على كل الكتب. فمثلا لنقرأ في التوراة، في التوراة على لسان يعقوب وإسرائيل. نقول بني إسرائيل يعني بني يعقوب. ما معنى إسرائيل؟ إسرائيل معناه مصطفى الله. إسرائيل يعني مصطفى الله، الله اصطفى. سيدنا يعقوب أولاده 12، بنو يعقوب هم بني إسرائيل. ماذا قال؟ قال: لا يزول قضيب من يهودا ومشترع من بين الرجلين حتى يأتي شيلون، ولا يكون خضوع الشعوب حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع الشعوب.
هذا في سفر التكوين، سفر التكوين عند التوراة في اليهودية. من 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 أراد أن يبحث يأخذ نسخة من التوراة يجدها على الإنترنت أو يبحث عنها في أي مكان وينظر إلى سفر التكوين الرقم 47، لأن التوراة فيها خمسة أسفار. سفر التكوين أولا يتحدث عن النبوءات وعن خلق آدم، ثم سفر اللاويين، ثم بقية الأسفار الأخرى فيها الأحكام وفيها العبادات والطاعات. فما معنى هذا الحديث أو هذا الكلام المثبت في التوراة؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين الرجلين حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع الشعوب. المعنى لا يزول ملك اليهود ولا شريعتهم حتى يأتي النبي المنتظر. شيلون يعني النبي المنتظر، وهذا الأمر كان يعلمه علم اليقين يهود بني إسرائيل. وفي التاريخ هناك عدد كبير من اليهود أسلموا ومن النصارى أسلموا ولم يخرجوا عن دينهم، لأن اليهودي إذا أسلم فإنه يصدق بموسى عليه السلام. نحن موسى عليه السلام مذكور في القرآن الكريم 134 مرة ومذكور بصفة عظيمة وشديدة. فاليهودي إذا أسلم سيبقى على يهوديته ويضيف إليه الإسلام الصحيح. حتى النصراني، النصراني إذا أسلم سيبقى مسيحيا، لأن المسيح مذكور في القرآن 25 مرة وذكرت أسرته آل عمران بصورة طويلة من المفصل، وذكرت أمه مريم السيدة مريم من خلال سورة مريم عليه السلام سورة بكاملها، وذكرت معجزاته وخصوصا معجزة المائدة المنزلة من السماء في سورة المائدة من السور المفصلة. وهكذا كل الأنبياء كانوا يعتقدون بهذا النبي الكريم. إذا رجعنا أيها الأحباب الكرام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته، نجد بأن أمه من أبرز إشارات الظهور أمه آمنة عليها السلام. أمه آمنة يروى أنها حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أنني لم أكن أشعر بألم ولا بوجع النساء. عادة المرأة الحامل تجدها تتألم وعندها أوجاع، لكن آمنة تقول: إني لا أشعر بأي تعب ولا بأي مشقة، وفرحة عظيمة جديدة تذب في نفسي وفي روحي وفي كياني وفي عروقي. فكانت تتعجب إلى أنها يوما ما سمعت هاتفا من السماء يقول لها: يا آمنة يا آمنة، إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، يا آمنة إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيده بالواحد من شر كل حاسد، أعيده بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا، ثم سميه محمدا، ثم سميه محمدا. قالت وهي ترتجف: وما محمد؟ قيل لها: ليكون محمودا في الأرض والسماء، ليكون محمودا في الأرض والسماء. هذا ما روي عن أمه السيدة آمنة بنت وهب رضي الله عنها، أنها وهي حامل به صلى الله عليه وسلم كان يقع لها وقائع غريبة، تسمع هواتف من السماء تحدثها. فهذا الهاتف، الهاتف كلمة هاتف نحن عندنا كلنا عندنا هواتف نقالة أو هواتف ثابتة، الهاتف هذا كلمة قديمة جدا وكانت تقع لدى الصالحين ولدى أولياء الله المقربين، تأتيهم الهواتف من السماوات من عند رب العالمين. فكل من صفت نفسه وكل من تنقى قلبه من صدأ الذنوب والخطايا وكل من أخلص الدين لله وأخلص التوحيد لله رب العالمين وكان صادقا وكان فيه اليقين تأتيه الهواتف. حتى في زمن هذا قد يكون شخص عادي ولكن في هذه الصفات، أنه رباني، أنه صادق، أنه مؤمن، أنه مخلص، أنه فيه اليقين، تأتيه الواردات أو تأتيه الهواتف من السماء. وإن شاء الله إن كان في العمر بقية نتحدث عن أشخاص كانت تأتيهم واردات وهواتف من السماء، وطبعا هذه الهواتف تكون منضبطة مع شريعة الله، ليس أي كلام، لأن هناك ما يسمى بتلبيس إبليس.
وابن الجوزي رحمه الله تعالى جمع في كتابه الشهير تلبيس إبليس مجموعة من الخواطر الشيطانية كان يقولها الشيطان لبعض الناس، فيظنون أنهم أولياء وصالحين ومباركين، وهو مجرد تلبيس من إبليس. وهناك فرق بين الهواتف الصادقة تكون منطبقة مع الشريعة الإسلامية وعمق عقيدة التوحيد. السيدة آمنة لما اختارها الله تعالى واصطفاها لتكون أم النبي الخاتم المنتظر، ربنا عز وجل بعث لها من يكلمها بدل الهاتف. قيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا، ثم سميه محمدا، ثم سميه محمدا. قيل بأن سيدنا النبي محمد في أول الأمر كانوا سيسمون اسما آخر، وذلك لأن عبد المطلب كان قد فقد أحد أحفاده وعمره حوالي 14 سنة وكان عازم إلى قلبه، فلما توفي قال أول مولود سأسميه عليه. ولكن بعد ذلك لما سمع السيدة آمنة تقول يا أبا طالب لقد سمعت هاتفا من السماء يقول لي سميه محمدا، سميه محمدا، وهذا الاسم لم يكن مشهورا عند العرب، لم يكن متداولا. فلما قالت للنداء أو للهاتف من محمد وما محمد، قيل ليكون محمودا في السماء والأرض. ومن بشارة الظهور أن السيدة آمنة رضي الله عنها قبل أن تلد النبي الكريم رأت رؤى كثيرة جدا ذكرها علماء السير والمغازي كابن هشام في سيرته وغيره من العلماء الأجلاء، رؤى كثيرة من بينها أنها رأت حين حملت به أنه خرج منها نور، رأت به قصور بصرى من أرض الشام. النور الذي خرج منها بدأ يمتد حتى رأت مثل الشاشة، رأت قصور بصرى من أرض الشام. ولما سألت قال هذا المولود سيمتد نوره إلى تلك البقاع البعيدة. فالبشارات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة جدا، وقد جاء في كتب السيرة علامات كثيرة على ولادته صلى الله عليه وسلم، من ضمنها مثلا كما ذكرنا بحلقة الأمس عودة إبره الأشرم مهزوما ممنوعا من دخول مكة، وذلك عام الفيل. فإبره الأشرم ذلك الحاكم الذي كان في اليمن وأراد أن يبني كعبة من ذهب وفضة لكي ينافس بها الكعبة المشرفة، ولما رأى الناس لا يحجون إليه غضب واستقدم الفيل من أدغال إفريقيا ليهدم الكعبة المشرفة، وربنا عز وجل أرسل إليه طيور صغيرة جدا وغلبته وفي له وجنوده. هذه أول علامة من علامات بشارات ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك سقوط شرفات من قصر كسرى الفرس. كسرى الفرس لأن في أيام زمان كانت هناك دولتان عظيمتان، دولة الفرس ودولة الروم، كما لو قلنا في عصرنا هذا مثلا قلنا الولايات المتحدة الأمريكية في الغرب والاتحاد السوفيتي في الشرق، كان هناك قطبين عالميين كبيرين يحكمان الأرض، ومن أول واحد منهم الفرس، والفرس كانوا على عبادة المجوسية يعبدون النار. ما الذي وقع لهم؟ كان قسرى ابن هرمز عنده قصر عظيم من عجائب الدنيا، ولا أحد يستطيع أن يقترب منه، وفيه شرفات كبيرة. فالليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستسقط شرفات كسرى، شرفاته التي كان يفتخر بها تساقطت من تلقاء نفسها، حتى تعجب المستشارين وتعجب الأعيان وتعجب من حوله. فكانت هذه من علامات بشائر ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك وقع أنه جفت بحيرة ساوة باليمن. في اليمن هناك بحيرة كبيرة جدا تسمى بحيرة ساوة وتسمى مقدسة، وفيها طقوس
وشرائع دينية ويعظمها أهل المكان. ففي يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم جفت هذه البحيرة، فلما أراد الناس أن يتبركوا بها حسب طقوسهم الوطنية وجدوها قد جفت وتعجبوا ما الذي وقع. كذلك من علامات بشائر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع خمود نار فارس، فالفرس هم عباد النار وقد كان عندهم نار عظيمة استمرت مشتعلة لمدة 1000 عام، لم تنطفئ أبدا 1000 عام وهي مشتعلة، يسمونها النار المقدسة. وفي تلك الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستخمد نار فارس، على الرغم من إبقاء خدامها لها، حاولوا أن ينقذوها ولكن ما استطاعوا. كذلك من علامات بشائر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أن بلاد فارس فيها عيون كثيرة، عنده عيون مياه، وكانوا يفتخرون بأن عندهم جنات فوق الأرض، عندهم فلاحة وحولها عيون، فغارت عيون المياه الكثيرة التي كانت ببلاد فارس، فتعجب الناس لكل هذه الأحداث. والأهم من كل هذا أن قريش في الجزيرة العربية كانت دوما تعاني من القحط والجفاف والفقر، فيعيشون على السبي وعلى الغزو وعلى الاقتتال لضمان لقمة العيش. منذ أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم بأرض العرب بمكة المكرمة وازداد رزق الناس، الرزق ازداد وكثر الخير، الخير الكثير، الخير العميم، فتعجبوا كيف أن هذا النبي الكريم ولد وجاء معه الخير، سارت الأمطار في إبانها وسارت الزروع والكروم والبهائم تكون لبنا وفيها خير عظيم والتجارة مزدهرة، التجارة مزدهرة. وهذا من دعوة سيدنا إبراهيم الخليل لما قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. فسيدنا إبراهيم طلب من الله تعالى أن هذا البلد يكون فيه الأمن والأمان ويكون فيه الرزق الوفير والخير الكثير، تجبى إليهم الأرزاق من كل مكان. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ومن منذ أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت يعني مكة المكرمة، البيت الحرام الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه كلها بشارات عظيمة وهي كثيرة جدا، حتى إن اليهود الكبار الذين كانوا بمكة المكرمة وبالمدينة وما حولها بدأوا يرون الكواكب والنجوم، عندهم علامة في الكواكب والنجوم تظهر ميلاد النبي الكريم. ارفعوا رؤوسكم أيها الأحباب الآن في السماء، ارفعوا رؤوسكم من فضلكم وانظروا إلى علياء السماء، سيظهر لكم هلال شهر ربيع الأول لامع واضح بين إنه ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده علامة خاصة. اليهود في كتبهم المقدسة كانت عندهم هذه العلامات، مما يروي حسان ابن ثابت رضي الله عنه قال إني لغلام ابن 7 سنين أعقل ما أراه وما أسمعه، إذا بيهودي يصرخ يقول يا معشر يهود هل ولد فيكم الليل مولود، يا معشر يهود هل ولد فيكم الليل مولود، قالوا لا نعلم، قال انظروا فإنها طلع اليوم الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي أو ظهوره ولم يبق إلا أحمد، ولم يبق إلا أحمد. هذا حسن ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كبير السن، وهو يروي لأنه أسلم بسرعة لما جاء النبي الكريم بالدعوة، كان من السباقين للإسلام وصار شاعر النبي الكريم، وكان يقول إن لي لسانا لو وضعته على صخر لفلقه أو على شعر لحلقه، كان لسانه طويل يصل إلى أرنبة أنفه، وكان يقول شعر عظيم
ولما كان النبي الكريم يواجه المشركين كان يقول أهجهم وروح القدس معك. حسان ابن ثابت يحكي أنه لما كان ابن 7 سنين صغير يعقل ويفهم التقط هذه المحادثة عند بعض اليهود. يهود من الأحبار عالم من العلماء خرج إلى السوق أمام الناس، وكان حسن مع والده يتناول يتبضع بعض البضائع، فسمع هذا اليهودي يصرخ في مجموعة كبيرة من الأحبار اليهود يقول يا معشر يهود هل ولد فيكم الليل مولود؟ فقالوا لا لا نعلم. قال انظروا فإنه طلع اليوم الكوكب الأحمر، يعني هناك علامات في السماء تدل على رموز وفيها إشارات، الكوكب الأحمر الذي لا يطلع إلا لخروج نبي أو ظهوره ولم يبقى إلا أحمد. هم يعتقدون بالنبي الذي سوف يكون في آخر الزمان اسمه أحمد، وهذه أخرى علامة من علامات ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بشائره. ولعل من أهم البشائر أيضا وهو منع استراق الجن للسمع، فالجن كان فيهم طبيعة أنهم يسترقون السمع من السماوات، وكان الكهان يسخرون الجن ويقولون لهم نبئونا بأخبار الغيب. هناك علاقة بين الكاهن الشواف أو الشوافة وبين الجن، يسخرهم يقول له آتيني بأخبار السماء، فيكون القدر مكتوب ويكون قادم من السماء ليتم تفعيله فوق الأرض، فكان الكاهن يبعث الجن فيأخذ الخبر من السماء بكل بساطة بدون جهد، وكان الكاهن يكرم الجن وكان الجن يخدم الكاهن، وكانت الكهانة والسحر والعرافة مزدهرة في ذلك الزمان. وفي اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم خفأ إبليس وجمع جميع الشياطين والعفاريت وقال إن شيئا غريبا يحدث، انظروا إلى الكواكب وانظروا إلى الكوكب الأحمر، شيء غريب يحدث هذه الليلة. فانطلق الجن والعفاريت حول الكوكب الأرضي وحول الكواكب المجاورة فقالوا ما رأينا أحد. فقال إبليس يا ويحي يا ويحي، الليلة سيولد من سوف إذا ذكر رجمت بالحجارة. فإذا عرش إبليس يتزعزع من مكانه. ومن ذلك اليوم ربنا عز وجل جعل كل من يسترق السمع في السماوات والأرض يتم رجمه. لهذا قال ربنا سبحانه وتعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا في سورة الجن. الجن كانوا كلما أرادوا أن يقتحموا السماء لكي يأتوا بالأخبار يجدون بأن السماء قد ملئت بالحرس الشديد وبالشهب، حرس من الملائكة وشهب، وكل من تجرأ على أن يخترق المجال إلا وربنا يبعث له شهابا رصبا. شهاب هو نار محرقة، ما يقول أصحاب الفلك بأن هناك كواكب ومجموعة من الأشياء في الكون تجري هي عبارة عن شهب، الشهب هي رجوم للشياطين. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. كل هذه علامات على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلامات أيضا أن أهل الإيمان واليقين الذين عندهم استعداد للإيمان، عندهم استعداد للتوحيد، عقيدة التوحيد، الذين عندهم استعداد لنور الصلاح والفلاح، كل هؤلاء كانوا يبتهجون بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ابتهجت فعلا الكائنات بهذا المولد العظيم. والبهجة العظمى التي حصلت لجده عبد المطلب حين استقبل خبر مولد النبي الكريم، هذا ما هي إلا إشارة قوية من عند الله عز وجل بأن هذا المولود
له شأن عظيم. حينما جاءه البشير إلى عبد المطلب وهو جالس في الحجر مع رجال من قومه، فأخبره بمولود النور والرحمة المهدات والسراج المنير، فشعر بالسرور وأعلن بين الملأ سروره وفرحه. ثم قام ومن معه فأخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو مولود صغير في خرقة بيضاء، فأدخله إلى الكعبة، أدخله إلى أول مكان دخله النبي الكريم بعد أن خرج من بطن أمه، أن أخذه جده وأدخله إلى الكعبة، وقام عندها يدعو الله ويشكره على ما أعطاه، فكانت أكبر نعمة. فهذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى شرف مولده، وقد تم اختيار اسم محمد، وهذا اسم عظيم. وفي الخبر جاء في الحديث القدسي أن ربنا عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا أعذب أحدا تسمى باسمك في النار. هذا حديث روي عند أهل الحديث أن ربنا عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا أعذب أحدا تسمى باسمك في النار. فمن كان اسمه محمد لا يعذب في النار. وفي الحديث أيضا: من ولد له مولود فسماه محمدا حبا بي وتبركا باسمي كان هو ومولوده في الجنة. من ولد له مولود فسماه محمدا حبا بي وتبركا باسمي كان هو ومولوده في الجنة. لذا نلاحظ أن عبر التاريخ الاسم الأكثر تداولا في العالم الآن هو اسم محمد. هناك بعض الدول الغربية قامت بإحصاء الاسم الأكثر تداولا في العالم في جميع القارات، وجدوا بأن الاسم المتداول رقم واحد هو محمد. الغريب أن بريطانيا وهي دولة مسيحية علمانية، ولما بحثوا في أكثر الأسماء تداولا في بريطانيا وجدوا أنه اسم محمد. غريب جدا، لأن فيها هناك باكستان وبنغلاديش وماليزيين وعرب، وكلهم يسمون أبناءهم محمد. ونحن المغاربة اعتدنا بأن كل أسرة المولود الأول يسمى محمد. وكما ذكر الإمام السيوطي في حديث آخر قال: إذا سميتموه محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه. من ولد له مولود وسماه محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه. فهذا كله من بركات هذا النبي الكريم. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا سيدي يا رسول الله، يا من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، يا من جاء رحمة للعالمين، لا إله إلا الله. يا من قال لأصحابه، ماذا قال سيدنا النبي؟ قال لأصحابه: أنتم أصحابي. فقال: اشتقت لرؤية إخواني وأحبابي. فقالوا: من هم إخوانك وأحبابك يا رسول الله؟ قال: من آمنوا بي ولم يروني. أحباب النبي الكريم وإخوانه هم من لم يروه وآمنوا به، أما الصحابة فهم قد رأوه وعاشروا التنزيل ورأوا المعجزات المادية والحسية والمعنوية. ولكنه كان يقول: آه ثم آه، لقد اشتقت لرؤية إخواني وأحبابي. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. ولعلنا إن شاء الله جميعنا نكون من إخوان رسول الله ومن أحبابه. فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله عدد ما خلق الله في السماوات والأراضين. فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله إذ رفعت لواء العدل ومحوت الظلم وحققت الإخاء والمساواة بين الناس. الأمر الذي عجزت البشرية عن تحقيقه عبر قرون وأجيال، لأنك يا سيدي يا رسول الله أنت الرحمة المهداة والهداية المباركة لخلق الله أجمعين، بعثت لتتمم مكارم الأخلاق، حيث خاطبك ربك سبحانه وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فصلي يا رسول الله علينا جميعا. يا رسول الله، من صلى عليك صلى الله عليه عشرة، وربنا عز وجل قال: فصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي علينا يا رسول الله لكي يرفع الله عنا هذه الغمة. صلي علينا يا رسول الله لكي يرفع الله عنا هذا الوباء. صل علينا يا رسول الله لكي يرفع الله عنا
الأمراض والأسقام والعلل، صل علينا يا رسول الله لكي يرفع الله عنا الفقر والحاجة، صل الله علينا يا رسول الله حتى يتم العدل في المجتمع ويمحى الظلم ويتحقق الإخاء والمساواة بين الناس. فهذا مولدك يا رسول الله، المولد المعظم المكرم، وذكرهم بأيام الله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وتناء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.